تنعقد دورتنا اليوم في سياق وطني وجهوي يتميز بعدة مستجدات وخصوصيات تتطلب منا كمجلس استيعاب أبعادها والتفاعل معها والاستعداد الأمثل لمواجهتها والاستفادة منها. فعلى مستوى الوطني نسجل بارتياح كبير استمرار تنزيل أوراش الملكية الكبرى من طرف حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأيده من أجل تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية من خلال دعم المباشر للأسر المعوزة وتعميم التغطية الصحية وتأمين ضد المرض والمرض والحاجة. تسويت على المداخل في المادة 199 اللي تتكلم عن التنظيم المتعلق بالجهاز الموافق لها. المعارض لا أحد، الممتنع لا أحد. إذا صدق المجلس بالإجماع الأعضاء حاضرين على المداخل دونك نمر إلى التصويت على النفقات طبقا للمادة 199 من قانون التنظيم المتعلق بالجهاز. الجزء الأول نفقات سياق الباب العاشر، موافقون؟ المعارضون لا أحد، الممتنعون لا أحد. إذا سابق المجلس بإجماع أعضاء حاضرين. دورة يعني مهمة كتجي في واحد الفترة اللي هي فترة يعني اليوم بحال نقولوا فترة نصف ديال الموندا ديالنا ديال الفترة ديال المجلس، والمجلس اللي ما 2021 2027 اليوم حنا في 3 سنوات. وكما جاء في المداخلة ديالي إن شاء الله غتكون لنا مناسبة لبسط أهم المنجزات ديال هذا المجلس الموقر، واللي من هذا المنبر لابد ما نحيي كل مكونات المجلس، يعني مكتب أعضاء رؤساء اللجان رؤساء الفرق، كذلك لابد ما نحيي كل الأطر على رأسهم المدير العام ديال المجلس، وكذلك كل الشركاء الترابيين والإداريين اللي يشتغلون معنا في نفس الوتيرة. واليوم هذه محطة، ملي كنقول محطة ديال 3 سنوات إن شاء الله غتكون هناك أرقام، غيكون هناك يعني بيانات، غيكون هناك قطاعات كيفاش يمكن اشتغلنا عليهم وكيفاش يمكن نجلسوا مع يعني اليوم. هذا إن شاء الله غيكون لقاء اللي غيكون إن شاء الله مع المنتخبون وكذلك مع الرأي العام، يعني مع المجتمع المدني ومع الهيئات الاستشارية اللي كتواكبنا كذلك واللي معنا في المجلس. علاش بغينا نعملوا هذا؟ في أن اليوم حنا كمسؤولين ترابيين، فقبل ما ندخلوا في مسار ثاني قلنا بأن المسار الأول أن نشوفوا كيفاش يمكن ماذا حققنا وشنو يمكن الكراهات اللي كتلعب كإكراهات كنعرفوها يعني كإكراهات اللي هي كنشوفوها في التجاوب، يعني إما في التجاوب بعض القطاعات أو بعض الإكراهات إدارية أو بعض الإكراهات اللي كنحصلوا عليها. فهذا اللي بغينا قلنا باب مسؤولية خصنا نشوفوا ونوقفوا وقفة تأمل رجل واحد مع كل يعني أولا كل المنتخبون اللي معنا وكذلك الشركاء ديالنا. هذا باب الأول. كذلك لابد ما نهنيو كل الإخوان، اليوم كانت مصادقة على هذه الميزانية بالإجماع، وكذلك كل النقاط اللي صدقوا عليهم يعني الإخوان. علاش ميزانية؟ اليوم هي ميزانية يعني توجيهية للسنوات المقبلة إن شاء الله، يعني وقفنا على وقفة التأمل، ولكن هي ارتباط بين السياسات يعني السياسات اللي اليوم حنا اشتغلنا عليها منذ 3 سنوات، وكذلك انخراطنا أولا كيفاش يمكن نجيو نبداو ندبروا المسلسل اللي ما جاي إن شاء الله 3 سنوات المقبلة. كان هناك نقاط أخرى مهمة واللي لمست القطاع الاجتماعي، كنعرفوا بان قطاع الصحه يعني شحال جمعيه اللي عندها كنواكبوها، واليوم هي مسؤوليه ديالنا مشتركه مع قطاع مع وزاره الصحه، واليوم حنا كنحاولوا نعاونوها بالقدر اللي كنقدروا نستطيعوا، وكنحاولوا كذلك نجودوا هاد المعاونات واتفاقيات كيفاش نجودوها. كذلك هناك قطاعات اخرى كقطاع الماء، اليوم خطاب صاحب الجلاله الاخير كيحطنا على الاشكاليات ديال الماء وكينبهنا، فاليوم حنا كذلك في
تنزيل السياسه ديال سيدنا الله ينصر السياسه الحكومه، فحاولنا باش نلمسوا الاشكاليه ديال الماء داخل هذه الجهه. هناك كذلك بعض النقاط المهمه اللي لمسات ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو سياحي، ما هو كذلك اللي يمكن التكوين المهني. كذلك هناك نقطة واحدة أخرى لمعالجة المشاكل ديال المباني، آلية السقوط سورتو، تقوية شبكة التطهير ديالها. هادو كلهم نقاط اللي هما كاملين يعني مشكورين المجلس صوت عليهم بالإجماع. هذا يعني بعجالة أهم النقاط اللي حاولنا اليوم درجناهم في جدول الأعمال. وهذا لا يعني بأننا لابد نشكروا قبل، يعني هذا كان هناك تهيئ داخل اللجان. كنشكر دائما، نعاود نشكر كل الاخوان والاخوات اللي اشتغلوا داخل اللجان لتجويد هذا العمل، وكذلك المساهمه ديالهم باش نلقاو في هاد سيرتو اللي كنكونوا في هاد الاتفاقيات اللي كخصها التجويد ديالها وكخصها لمسات اخيره داخل هاد اللجان. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.